بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 66 بعد الألف. نتناول آيات من سورة يوسف، وقد حكى الحق تبارك وتعالى كيف أن امرأة العزيز كانت تراود يوسف، وأن يوسف يحاول الهرب منها، وأنها التقت بزوجها على الباب، وكيف أنه كان هناك شاهد من أهلها، وكان القميص سببا في براءة يوسف عليه السلام. وبعدين قالوا ليوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. عايزين الخبر ده ما ينتشرش يا جماعة، مش معقول نحكي عن مرات وزير بتحب السواق بتاعها، يعني ما ينفعش، أو تحب الراجل اللي شغال عندها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا. ورغم إن هم حاولوا تكتيم الخبر وعملوا تعتيم إعلامي، إلا إن التسريبات وويكليكس وكده سربوا الخبر، ما تعرفش بقى عن طريق تويتر، ما تعرفش عن طريق الفيسبوك، المهم ان الخبر ايه انتشر. فلما انتشر الخبر الستات بقى مش عاجبها، بتتأفف، معقولة واحدة ست تبص الولد قد ابنها؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. عملت قاعدة اجتماع كبير للنساء، نادي سيدات مش عارف ايه ونادي سيدات مش عارف، تعرفين نوادي السيدات مالوا البلد؟ يعني شخصيا عزموني على كذا نادي سيدات وأنا اعتذرت، لكن في نادي السيدات كانوا موجودين وكل واحدة قدامها طبق فيه فواكه وفي سكينة وفي شوكة وكده عشان يقطعوا بالسكينة ويأكلوا بالإيه بالشوكة. فلما سمعت بمكرهن، شافت إن هي بتتكلم عليهم، أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، قعدة جميلة كده، وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، تعالى يوسف. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، بدل ما يقطعوا في الفواكه يعني قطعوا دي. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إيه الجمال ده؟ ويمكن أنا قلت في الحلقة السابقة إنه لا يجوز إن أنا أجيب راجل جميل جدا جدا وأطلعه على بنات الدنيا كلها وأخلي البنات ترفض الرجال، لأن في بعض البنات تجيب لها العريس يقولك لا 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 ده سنانه طالعة البر، العريس ده لا 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 ده مش عارف بنضارة، العريس ده لا لا ده قصير. يعني في واحدة نفضل نجيب لها عرسان فترفض لغاية الأربعين، والله العظيم في بنات ليه؟ لأنها بتتفرج على الممثلين وأبطال الأفلام وتشوف بقى الشباب الجميل قوي ده، فهي نفسها اللي يتقدم لها فتى أحلامها يبقى شاب من الشباب الجمال بتوع التمثيليات دول. والعكس تماما، العكس تماما بالنسبة للرجالة، بيبصوا على ممثلات ومغنيات وتبقى فتاة أحلامه واحدة من دول، كل ما نوري له واحدة عشان يخطبها يعني ما يرضاش بيها. يعني في مرة من المرات جاءني رجل مدير بنك عدى 50 من عمره ووقع في مشكلة نفسية كبيرة جدا. ايه المشكلة النفسية الكبيرة؟ المشكلة النفسية الكبيرة دي ان هو كان متعين في بنك وهو من أسرة غنية، وبعدين قعدوا يقولوا له بقى نشوف عروسة، كل ما يقولوا له عروسة يقول لا، كل ما يقولوا له عروسة يقول لا لا. ليه؟ لأن في خياله واحدة بصفات معينة، لون عينيها كذا وشعرها كذا وكذا. يعني هذا الرجل بلغ مثلا 30 من عمره، فراح أهله قالوا لا مش هنستنى أكتر من كده، نشوف بنت الحلال ونجوزها لك. شافوا بنت زميلة له في البنك، بنت مؤدبة أخلاقها عالية كذا، اتجوزها وخلف منها 3 صبيان. خلاص ده بعد ما عدى 30. بعد ما وصل 50 ها جاءت تتدرب في البنك بنت عندها 20 سنة وهو عنده 50. البنت دي فيها كل المواصفات اللي كان بيحلم بيها زمان، عينيها شكلها كذا وشعرها كذا، وهو عنده 3 صبيان وولاده بقى دخلوا اعدادي وسنة وكذا. الراجل ده أصيب بحالة نفسية. ليه؟ الله، أنا قعدت أدور عليها 30 سنة وبعدين لما تيجي يبقى ده حالي. طبعا هو بدل ما يحل الحل الإسلامي ويخطب هذه الفتاة وكذا وكذا، لا لا لا، أصيب بحالة نفسية وقعد في البيت وقال أنا ما خدتش أي حاجة من اللي أنا عاوزها ومشيت في طريق مش بتاعي وخدت حاجات مش بتاعتي و و و وخلاص جاله الشيطان فيأسه من الدنيا وقعد في البيت ونسي إنه مدير بنك محترم.
فلما جه يكشف راح للدكاتره بقى، اللي يكتب له مسكن ومنوم ومخدر ومهذر وكل الادويه النفسيه. فلما جالي بعد ما لف على دكاتره الدنيا، فقلت له تعالى، هو انت عارف ان الست اللي اتجوزتها دي بقضاء الله ولا شطاني؟ قال لي بقضاء الله. قلت له يعني اي واحده اشوفها في الدنيا كده ممكن اتجوزها؟ يعني النبي عليه السلام جال واحد بيقول له يا رسول الله اني احب فلانه فادعو الله لي ان اتزوجها، انا بحب واحده ادعي لي اتجوز دي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دعوت لك انا وجبريل وميكال واهل السماء واهل الارض ما تزوجت الا التي قد كتبها الله لك، رفعت الاقلام وجفت الصحف، ما فيش في دي حيله، لو الفتاه دي بتاعتك هتتزوجها، ده رزقك مكتوب على كل فرج اسم ناكح، لو دي بتاعتك ما حدش هياخدها غيرك، ولو مش بتاعتك مش هتاخدها ولا بالطبل البلدي، مش بتاعتك. فطبعا قلت له انت مؤمن بان كل شيء بقضاء وقدر؟ قال اه. قلت له اه مش باين اه ولا حاجه، على فكره اللي انت اتجوزتها دي صدفه ولا قضاء وقدر؟ القضاء وقدر. طيب والولاد اللي انت خلفتهم دول حرام ولا ولادك؟ ومين قال لك ان اللي انت شفتها دي لما تتجوزها تبقى سعيد معاها؟ ما انت ممكن تاخدها من هنا وتقتلك او تقتلها. يعني ليس كل ما يلمع ذهبا، مش كل اللي انت شايفها جميله جميله، ولا كل اللي انت شايفها تسعدك تسعدك. انا رايت في حياتي الاف الناس كانوا بيحبوا بنات وهيموتوا عليهم ويتجوزوهم ودخلوا فيهم السجن. مش كل اللي انت بتحبها تطلع حلوه ولا حاجه. فلا بد ان ترضى بالله ربا. فعشان كده الراجل ده قال لي طب ممكن تكتب لي الحديث ده في الروشته بتاعتي؟ كتبت له كده والذي نفسي بيده لو دعوت لك انا وجبريل وميكال واهل السماء واهل الارض ما تزوجت الا التي قد كتبها الله لك. وخد الروشته ومشي بالحديث ده وخف ورجع شغله، ولا محتاج مسكن ولا مخدر ولا منوم ولا سايكيك ولا انتي سايكوزس ولا الكلام ده كله. انت عايز تؤمن بالله ولا مش عايز تؤمن بالله؟ عشان كده احنا بنقول انه يا ترى لما انت تشوف حد جميل قوي كل الناس هتتجوز ناس جميله؟ ما بين كل 1000 واحده في واحده جميله و999 مش جميله، الباقي ده كله يروح فين؟ فمهم جدا انه يعني لما طبعا في اجتماع النساء واجتماع النسوه ياما يحصل فيه، وطبعا النساء لو متجوزين وراضيين يبقى حكمهم حلو، لكن لو لقيت طبعا اجتماع نساء دي مطلقه ودي جوزها ميت ودي يعني آنسة ودي عانسة، هتلاقي طبعا جو مكهرب، ولو دخل وسطهم راجل هيقلعوا يعني الجزم ويضربوه، فالجو بيبقى وحش قوي. فعشان كده لما خرج عليهم يوسف فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهي بقى اتكلمت بقى، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هل يمكن واحدة بتعمل غلط تجهر بالغلط؟ اه. ازاي؟ لما يكون الجو العام جو غلط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن واحده، انا مثلا قريت كتاب مذكرات فنانه مثلا، مذكرات الفنانه دي بتقول على مين اللي كان بيعمل دعاره ومين اللي كان بيعمل مش عارف ايه في الافلام ومين ايه، مذكرات فلان، وجابت اسماء بقى ناس مسؤولين و طب هو في حد بيحكي عن الفضايح؟ ما دام مسموح بالحكايه عن الفضايح. يعني زي ما اقول ايه، زمان كان اللي بيعمل فاحشه بيستتر، يعني بيزني بيستتر. طب في واحد بيزني وبيتصور والكاميرات كلها بتصوره وهو بيقول لك احنا بنمثل. فكان زمان اذا بليتم فاستتروا، دلوقتي اذا بليتم فافتضحوا، واصبح الامر مشاعا فتعوده الناس. يعني ايه تعوده الناس؟ يعني عادي. يعني ايه واحد يعني بيقبل واحده؟ ايه يعني واحد معاه في ايه يعني؟ انت استهنت كده بحدود الله. زي واحد كده قابلته وشفته مره بيصلي، فبساله يعني لقيته بيقبل الدعاره وبيقبل المخدرات وبيقبل، بقول له ايه ده؟ قال لي دع الخلق للخالق ودع الملك للملك. نعم، ملك للملك وخلق للخالق. ها انت بتضحك على نفسك ولا ايه؟ لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر او لا يسلطن الله على عليكم عدوكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. يا تؤمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر يا اما هنضيع كلنا، هيسلط ربنا علينا عدونا ويدعو الخيار فلا يستجاب له. اديني واحد مستجاب الدعوه، هات لي واحد مستجاب الدعوه، قول لي على حد دعوته مستجابه في الزمن الجميل ده. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله 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 الله.
الله.